ايه رايك في احوال البلد؟ انهي بلد؟ بلدنا هنا. اه الاحوال فانتاستيك حلوه. في كام اللي يكون في حد شغال في حته ولا حاجه يليني واقف جنبه اقول له ايه بتاخد كام؟ فيضحك يعني. ما بتضحكوش ليه يا جماعه؟ عندكم مشاتل ولا حاجه؟ ماذا لو فاجأك السيسي بسؤال بتقبض كام؟ فعلى ما يبدو هذا أحد الأسئلة المفضلة لدى الرئيس المصري. أنا بقى بسأل كده عشان أشوف الإنسان ده البسيط ده بياخد كام وأعرف هل هو يقدر يعيش كده ولا الدنيا عاملة إزاي. جات لك منين الفكرة دي يا كبير؟ من كريت. اشتغل خليفة بتكسب كام في الشهر؟ الساعة 10 جنيه ونص الخدمة. اشرح لي أكتر اشرح لي. خدمة الدليفري هتخضع لضريبة القيمة المضافة. مش هقول لمحمد ميت على الدخل ولا كل واحد يخلي باله من فلوسه يا جدعان ان الشالين بره واقفه بتطالب بحقوقها. بس طب اديني 2000 دولار الحمد لله. ألف مع الف مبروك استاذ ياسر. دفعها ضرايب. دفعها ضرايب وانت لا انا بطالبها بالضرايب دلوقتي. لا انا شغال هنا. تقبض كويس الحمد لله. بذمتك ده رايك حقيقي؟ ساعتك عندك راي تاني؟ انا اللي بسال. ما انا اللي هتسجل. وانا ماشي على الطريق ده بتاع الساحلي قدام ما كنا بنفتح موضوع الرمال السوداء فلقيت شاب صغير يعني تاخد كام؟ ايوه ده يا كبير انا قلت انت اتغيرت. بس ما تفضحناش اعمل نفسك متأثر اعمل ده. هناك عدة احتمالات للإجابة، فإما أن يقول لك الشخص ولا والله ترى هذا شيء خصني، أو أن يقول لك أي عم في إيه مش فاضل غير تستعير ملابسي. تبغى تكلم؟ أقول له لا أقول له أقول صراحة يعني ده مبلغ قليل فعلا. والله العظيم أنا صورت هيقول لي باخد 100 جنيه 120 جنيه، هل أنا باخد 180 جنيه؟ هل أنا باخد كام كامل؟ أنا بص لأجلك ببعد عن عدد أنت بتقبض مرتبك كام وحوافزك كام؟ يعني التوتال بتاعك كام؟ أنا بقبض أساسي 17 وبيوصل بالمكافآت والحمد لله يعني بيوصل 21 22. بنشتغل بفكر سعادتك، سعادتك بتدينا الخطوط العريضة وإحنا بنكمل. 17 جنيه يعني ولا 17000 يا فندم؟ 17000. طب ما تقول ما تتكسفش يا حلال عليك. يا كبير يا ابن الإيه عامل لنا الكاميرا الخفية. أنا باخد مرتب الحد الأقصى. رئيس الجمهورية بيتقاضى راتب قدره حوالي 5000 جنيه. لا هي دي بالظبط زي اللي بيقولوا إيه لا تقربوا الصلاة. طب الحد الأقصى كام؟ 42. طب دول كتير عليا. حلال عليك يا ابني أنت تستاهل أكتر من كده طبعا. المبلغ ده نصه مش هاخده، النص مش هاخده. طب كده؟ طب في حاجة تانية أقدر أعملها؟ نعم. طيب قصور رئاسية. إلا سمعت على حكاية الطيارة دي يا حاج بدوي. يا سيدي المنافة ده أنا عارفهم كويس، الناس بتوع عشمان دول عارفهم كويس جدا. طبعا يا عم يومين هيشهد العروسة. تبقى كام؟ ركبي 7.5. بس وضح لنا 7.5 إيه يعني؟ 7.5 جنيه يعني ولا إيه؟ مالها؟ تاني معلش. حمد عبد الحي أفندم. طب تقبض كام؟ بقبض 14200 جنيه يا فندم. قال له كده و طب يعني حوالي حلوين. تقبض كام في الدنيا؟ 7500. هو اللي بيقوله ده بيخلي كل الناس اللي قاعده تروح تجري تشتغل. صراحه الحكومه مش بيخليهم عايزين حاجه الشباب، بدليل ان مفيش ولا شاب عاطل كله شغال. ما المرتبات تعبان. والله العظيم انا بكلمكم من قلبي هنا، اقل من 10000 جنيه لاي حد بيشتغل ماشي. تروح تدور في فرص في يا فندم. فرص عمل في كل مشروعاتنا مفتوحه. اللي مش عايز اللي مش لاقي فرصه عمل بس يكون عايز يشتغل ايوه ويشتغل يجي لحضرتك، حضرتك كلمني او يجي لي مباشره انا هيشتغل بكره. كله شغال يا باشا وبيصرف وبيلبس وبرفانات والحياه زباله في الخلاط. خمسه بالحب يعني يا باشمهندس كام؟